وصل زميلي سعيد بن سالم المالكي. الرحيم أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. نحييكم من هنا من أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة، انطلاقة شوطنا الثامن الخاص بالزمول. مشاهدينا الكرام، يسير بحفظ من الله تعالى ورعايته، نتمنى التوفيق والسداد والنجاح لجميع المشاركين في هذا الشوط. نسير مع هذه الأسماء، نسير مع هذه التحديات المميزة والكبيرة. مشاهدينا متابعينا الكرام، 8 كيلومترات هي المسافة الحاضرة والمقررة من اللجنة المنظمة لسباقات الهجن العربية الأصيلة، مباشرة مع المركز الأول، أول الأسماء المفتتحة للنداء والإذاعة مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. شاهين راشد بن سعد بن سلطان المسيفري من يقدم لنا شعاره مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط، بينما الدور مع المركز الثاني. نتابع وناخذ المركز الثاني القادم في هذه اللحظات، ياتي هنا حبوب أحمد بن مهير بن سيف بن واسل الكتبي من يقدم لنا شعاره مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث يتواجد شعار أحمد بن مطر بن مايد الخيلي من يقدم لنا الكوبي مع المركز الثالث، بينما المركز الرابع من يأتي في هذا المسار، يتقدم شاهين محمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة الكتبي، يأتي من خلال تقدم وحضور شاهين مع المركز الرابع، بينما أرد الدخول في هذه اللحظات من قبل اللي واصل مع المركز الخامس، ياتي ويتقدم الباشا سالم بن دويس بن علي بن خميس الخيلي من يقدم لنا الباشا مع المركز الخامس، يغير إلى المركز الرابع. هكذا هي الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في أول نداء، الخمسة المراكز الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط. مشاهدين الكرام، متابعين الأفاضل، الجائزة سيارة نقدية بالانتظار، تنتظر احد الاسماء المشاركه في هذا الشوط. مشاهدينا الكرام، متابعينا الافاضل، نتمنى التوفيق للجميع في هذا المسار المميز والكبير، العوده الى الصداره، العوده الى المركز الاول، الى البدايه وصداره الشوط. المركز الاول شاهين القائد للتحديات الاولى بشعار راشد بن سعد بن سلطان المسيفري، ياتي يقدم لنا شعاره المميز من خلال تقدم شاهين مع المركز الاول مع صداره هذا الشوط، بينما ثاني التحديات المركز الثاني الباشا لسالم بن دويس بن علي بن خميس الخيلي يقدم لنا الباشا مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث يتواجد شعار بن واس من خلال تقدم حبوب أحمد بن مهير بن سيف بن واس الكتبي مع المركز الثالث. المركز الرابع، رابع الأسماء من يتواجد الأسد أحمد بن سعيد بن بطي الدرعي، يقدم لنا انطلاقة وحضور أيضا شعاره مع الأسد مع المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الرابع يتواجد في هذا المسار، يتقدم الزعيم موسى بن عبد العزيز الموسى، يقدم لنا شعاره، يقدم لنا انطلاقة الزعيم مع المركز الرابع ويغير إلى المركز الثالث. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة في هذه الانطلاقة الرائعة والجميلة، الخمسة الأسماء الحاضرة في مسار هذا الشوط. مشاهدينا الكرام، متابعين الأفاضل، عشاق الأصالة، محبين رياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة، في هذه الأجواء الرياضية المميزة هنا التي يشهدها ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة عبر هذا النقل الحي والمباشر من قناة
الريان الفضائية الناقلة لأحداث وقايع هذا المهرجان الكبير، أيضا قناة الدوري والكاس وموقع الأبرقة لسباقات الهجن. من تنقل لكم هذه الأحداث المميزة والكبيرة هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة في انطلاقات سن الحيل والزمول، سن الكبار دائما يحلو الرقص مع الكبار بحضور هذه الأسماء، بحضور هذه الشعارات المميزة الحاضرة في هذه الانطلاقة الرائعة والكبيرة. مشاهدين الكرام، متابعينا الأفاضل، العودة هناك إلى الصدارة إلى المركز الأول، شاهين مع البداية، راشد بن سعد بن سلطان المسيفري يقدم شعاره، يقدم لنا شاهين ليكون هو القائد، قائدا لهذه الأسماء، قائدا لهذه التحديات المميزة. 4 كيلومترات تنقضي مشاهدين الكرام، متابعين الأفاضل، نبدأ رحلة جديدة، رحلة 4 كيلومترات الأخرى سوف تكون مختلفة عن 4 كيلومترات المنصرمة، سوف تكون فيها حاضر المنافسة حتى الأمتار الأخيرة. مشاهدين الكرام، لنيل الناموس والانتصار، بينما المركز الثاني يأتي الشعار الهلالي مع المركز الثاني يتواجد مع انطلاقة الزعيم موسى عبد العزيز الموسى يقدم لنا شعاره مع المركز الثاني، بينما ثالث الأسماء من يتواجد هنا وينطلق مع المركز الثالث الأسد أحمد بن سعيد بن بطي الدرعي يقدم شعاره، يقدم لنا دفاعة الأسد مع المركز الثالث. المركز الرابع، رابع الأسماء الباشا سالم بن دويس بن علي الخيلي يقدم لنا الباشا بتحدياته المميزة مع المركز الرابع. المركز الخامس يتواجد شعار بن حلوة يتقدم من خلال تواجد شاهين محمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة الكتبي مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة في هذه الانطلاقة المميزة، في هذه الاندفاع الرائعة والجميلة. مشاهدينا متابعينا الكرام، يا سلام على هذه الأسماء، يا سلام على هذه الزمول المشاركة في هذا الشوط في حول المستقبل. مشاهدينا الكرام، تنطلق هنا أيضا على أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة، عودة إلى صدارة الشوط إلى المركز الأول، شاهين مع البداية مع الصدارة، راشد بن سعد بن سلطان المسيفري يأتي بانطلاقة والأروع من خلال تقدم شاهين مع المركز الأول مع الصدارة. طامع وطامح المسيفري بانتزاع سيارة هذا الشوط مع المركز الأول، بينما المركز الثاني الأسد القادم بشعار أحمد بن سعيد بن بطل الدرعي يقدم شعاره مع ثاني الأسماء، بينما المركز الثالث من الجانب الآخر يتقدم الزعيم موسى عبد العزيز الموسى يقدم لنا هذا الشعار، بينما المركز الرابع اللي تسلل في هذه اللحظات تسلل هنا شاهين محمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة الكتبي يقدم شعاره، يقدم لنا تحدياته المميزة مع المركز الثالث. المركز الرابع شعار الموسى، المركز الخامس شعار الخيالي مع الباشا القادم مع سالم بن دويس بن علي الخيالي مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة، الخمسة الأسماء الأولى الحاضرة في هذا المسار المميز والكبير. مشاهدينا متابعينا الكرام، موقعنا وين؟ موقعنا وين مشاهدينا الكرام؟ الكيلو وين؟ متر الأخير هنا بقيادة شاهين، شاهين مع الصدارة راشد بن سعد بن سلطان المسيفري، لائحة الاثنين تجاوزناها خلاص. مشاهدين الكرام، هنا الصدارة بقيادة المسيفري، والمركز الثاني يأتي مع المركز الثاني شعار بن حلوة يتقدم مع شاهين محمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة الكتبي، والمركز الثالث شعار الدرعي حاضر من خلال تقدم الأسد أحمد بن سعيد بن بطي الدرعي، والمركز الثالث أو الرابع شعار الموسى، المركز الخامس وصول اسم جديد وصل إرسال مطر بن عبيد بن حامد الطنيجي ينضم إلى الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في هذه الانطلاقة المميزة والكبيرة. ولكن صدارة الشوط المركز الأول لا تزال مع شاهين المسيفري مع الصدارة، مع المركز الأول راشد بن سعد بن سلطان المسيفري يقدم شعاره، بينما الدرعياتي مع المركز الثاني مع ثاني التحدي
التحديات في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام. ينطلق شعار الدرعي يقدم لنا شعاره قادم من مصانع الجنوب من القوع بالتحديد وميدان أرقعات مشاهدينا الكرام للمشاركة في ميدان التحدي. المركز الثالث شعار بن حلوة يتقدم مع انطلاقة شعاره المميز مع المركز الثالث مشاهدينا الكرام. ياتي هنا شاهين محمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة الكتبي الموسى تحرك مع الزعيم مع المركز الرابع مشاهدينا الكرام. متابعينا الأفاضل بوابة الكيلو متر الأخير بوابة الكيلو متر الأخير دخلنا الغلاف الجوي للكيلو متر الأخير كيلو الناموس والانتصار. يا سلام البداية شاهين مع الصدارة بشعار المسيفري راشد بن سعد بن سلطان المسيفري ولكن تحرك الأسد تحرك الأسد بشعار الدرعي هنا في هذه اللحظات أحمد بن سعيد بن بطي الدرعي والمركز الثالث شعار الموسى يأتي مع الزعيم موسى بن عبد العزيز الموسى. المركز الرابع الطنيجي قادم مع انطلاقة وحضور أيضا إرسال مطر بن عبيد بن حامد الطنيجي. والمركز الخامس المركز الخامس يتقدم نجد سالم بن بخيت بن خميس المنصوري ولكن عودة إلى صدارة الشوط إلى المركز الأول شاهين شاهين مع الصدارة راشد بن سعد بن سلطان المسيفري ولكن الطنيجي الطنيجي حاضر في هذا المسار حاضر في هذه الانطلاقة المميزة والكبيرة. ما شاء الله راح الطنيجي سرح بالناموس والانتصار يبغي السلامات إلى أهالي الشمال. ما شاء الله حاضر هنا في هذا المسار المميز والكبير مشاهدين الكرام يحضر بحضور الكبار إرسال 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 ما شاء الله أبدع وأمتع مع الأمتار الأخيرة والخطيرة عرض ولا أروع يا الطنيجي سلمة يمينك يا راعي إرسال سلام الطنيجي سلام على هذا الفوز والانتصار سلام إلى أهالي دولة الإمارات العربية المتحدة أهالي الميادين الشمالية يحضرون بحضور الكبار. تهانينا والناموس لمالك إرسال مطر بن عبيد بن حامد الطنيجي على هذا الفوز والانتصار المركز الثاني. وصل شعار الموسى مع الزعيم موسى عبد بن عبد العزيز الموسى. والمركز الثالث المركز الثالث شاهين راشد بن سعد بن سلطان المسيفري. والمركز الرابع المركز الرابع وصل الأسد أحمد بن سعيد بن بطل الدرعي. والمركز الخامس المركز الخامس وصل المتحد محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي. تابعنا هذا الشوط ولكن كان الحضور المميز من شعار الطنيجي الذي قدم لنا إرسال 12 دقيقة 32 21 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمطر بن عبيد بن حامد الطنيجي على هذا الفوز والانتصار. بينما المركز الثاني الزعيم 12 دقيقة 38 ثانية 21 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لموسى بن عبد العزيز الموسى المركز الثالث اللي وصل شاهين 12 دقيقة 38 ثانية 65 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لراشد بن سعد بن سلطان المسيفري. تهانينا